بنت بنت طاهره وشريفه ونظيفه غصب عنكم كلكم. واحنا عرضنا لحضراتكم تقرير الطب الشرعي وبنعرضه مره اخرى اهو، وانفردنا فيه في مهمه خاصه لاول مره بننشر لحضراتكم تقرير الصفه التشريحيه زي ما حضراتكم شايفين الصادر من مصلحه الطب الشرعي، واللي تحدد فيه كل حاجه بقى. واهم شيء الجزء اللي احنا معلمين لحضراتكم عليه اهو، غشاء البقاره سليم ويخلو من اي تمزقات قديمه او حديثه، الرحم سليم وخالي.